السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في غسيل جديد على القناة ديالكم صوفيا كوسينا. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله دائما في اطار الوصفات ديال المنيو ديال الضيافة غنقترح عليكم فيه بركوكش، هو معروف في المنطقة ديال سوس، ولكن ان شاء الله غنديروه بطريقة جديدة لاي واحد يقدر يديرو ومتوفر. غادي نستعملو فيه هربل او اللي كنسميوه حنا داك القمح اللي كيكون كونكاسي، والمكونات بسيطة بزاف، وحتى الطريقة ديال التحضير بسيطة بزاف، أكيد غادي يعجبكم. كيتقدم كدسير في الأخر ديال شي عرادة. بقاو معايا باش تعرفوا التفاصيل والطريقة ديال التحضير. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاج لهذا البركوكش، أنا عندي هنا كيلو ديال القمح اللي قلت لكم هو هذا، هكا كيكون الشكل ديالو. أنا هنا في الزكتو ليلة كاملة في الماء كيولي الشكل ديالو بحال هكا. عندي كيلو، غادي نحتاج معاه شويه ديال الزيت، زيت عاديه نباتيه باش غادي يتدهن. عندي هنايا حليب المحلى نيستلي، العبار بالضبط غنخلي لكم مكتوب. عندي شويه ديال الزبده، الاحسن تكون زبده ديال العبار. عندي شويه ديال اللوز مقلي ومهرمش، ما يتطحنش بزاف، يعني يبقاو فيه طريفات شويه. وغادي نحتاج املو، كيترافق مع املو، واللوجه غادي نزوق بشويه ديال الكركاع. ندوزو للطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نجيب واحد القصريه ديالي، غادي نخوي فيها هذاك القمح داك هربل، وغادي ندهنو بشويه ديال الزيت العاديه، ندخلها فيه مزيان وصافي. غادي نجيبو نديرو فواحد الكسكاس بحال الطفويره ديال السكسو، غادي نديرو 3 ديال الطفويرات نفس الطريقه. صافي، هنا ملي كيطفوه لينا هذاك بركوكش الطفويره الاولى، ها هو غادي نزيد عليه هنايا شويه ديال الملحه، وصافي غادي نشربو بالماء بحال السكسو كي قلت لكم. غادي نحلو بعدا، غادي نجيب الماء غادي نرشو، ونشوف على حسب الاحتياج. صافي، ملي غادي يشرب هذاك الماء غادي نغضو باش يفور الطفويره الثانيه، ونتلاقاو عاوتاني. وها هو القمح ديالي او البركوكش فاش كي يتفور. هذه الطفويره الثالثه، انا قلت لكم غنتلاقاو بعد الطفويره الثانيه، دزت مباشره للطفويره الثالثه لان نفس العمليه كتعاود. الا كنتو حسيتو به باقي قاص تقدروا تزيدوا طفويره واحده رابعه على حسب القمح اللي عندكم. صافي، دابا هنايا تقريبا راه وجد. انا غادي نزيد عليه هو سخون هذيك الزبده اللي قلت لكم في الاول، غنخلطها معاه باش تذوب وهو سخون. صافي، من بعد ملي كتذوب ديك الزبده غادي نزيد عليه داك الحليب المركز لان انا بغيتو يتشد باش يجي الديكور زوين في المونتاج. العبار كي قلت لكم غادي نكتبو لكم، وكنزيد حتى داك اللوز اللي عندي هنايا خليت فيه طريفات شويه صحاح باش يجي داك لافي كروكون، حتى هو غادي نزيدو من الوسط. وغادي نخلط مزيان مزيان. صافي، كتكون الوصفه ديالي تقريبا كملات. كيبقى غير نحطها في طبق ديال التقديم. كنجيب هنا واحد الطبق، انا اختاريت باش نمونطيه في واحد المول. تقدروا ديروه في طبصيل عادي، ولكن بالنسبه للعرادات بما اننا كنهضروا على العرادات من الاحسن يكون التقديم زوين. غادي تجيبوا واحد الاطار في الاختيار كما بغيتوه، مدور او لا، وغادي ندير فيه هذاك بركوكش ديالي، وكنبدا نحط في الطبق ديال التقديم. هنا غادي نقيه من بعد، في
كنصرح ليه الوجه بواحد المعلقة وكنحاول ندخلو مزيان الجناب باش يجي الشكل مقاد. من بعد هنا كنجيب شي حاجة اللي غادي نديرها في الطبسيل باش نعمرها بأملو حيت هو اللي كيتعفق معاه. أنا غادي ندير هادو ديال الدجاج غادي ندورهم على الطبسيل وغادي نعمرهم بأملو. بحال هكا صافي. هنا غادي نزوق الوجه ديال بركوكش. عندي هنا واحد الاطار غير على قبل الزواق، تقدروا تزوقوا باي حاجه عندكم. وغادي نجيب هذاك اللوز كونكاسي اللي محمر وغادي نعمر هنايا هذا الفراغ اللي من الخارج. وهنا هذا الفراغ غنعمرو باللوز افيلي محمر. كل واحد يزين كيف بغى. تقدروا تخليوه بلا زواق يعني بلا لوز، تحطوا معاه غير املو. غادي نعمر هنايا بهذا اللوز صافي. وغادي نحيد هذا الاطار بحال هكا. غادي نجيب هذوك القرقعات ونزوق بهم في هذا الراس. واخر مرحله انا درت هنايا شويه املو في واحد لابوش وغادي ندير خطوطه رقاق. وصافي كيكون هذا هو الطبق ديال العراضه ديال اليوم، تتمه ديال داكشي اللي حطيت معكم من قبل. كيتقدم هنا في الجهه ديال سوس بحال دسير نيت اولا قبل من الدسير كطبق ثالث في العراضه. كنتمنى تجربوه ويعجبكم. انا متاكده غادي يعجبكم، ساهل ما كيحتاجش وقت كثير نهائيا. وشكرا على المتابعه ديالكم. ما تنساوش تخليو لي الاراء والتعاليق ديالكم ونتلاقاو في غسه جديده باذن الله. السلام عليكم.